السلام عليكم اخوان اخوات، كلشي بخير، لبس عليكم، احوالكم طيبه ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم الغداء ديالنا بالكسكس، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وبعد ما وضعنا كيف ما كتشوفوا اللحم والتوابل والبصل في الاناء، يعني البرمه ديالنا بالمغربيه، كيف كتشوفوا ردينا فوق النار ودابا كيتقلاو، وان شاء الله نتابعوا معكم التحضير في المرحله القادمه ان شاء الله. دابا كنديروا الملح في اناء وتنزيدوا عليها الماء باش نكسكسوا السميد. هاد الماء بالملح كنبقاو نكسكسو بيه السميد وكنعاودو بيه كسكسو حتى كيساني الماء. بسم الله، بسم الله على بركة الله. نبداو نكسكسو السميد، السميد ديال الكرسي المهم. هكا نفتلو السميد، دابا جات مرحلة نغرب الكسكسو. نتوما كيما كتشوفو تنحكو هكا داك لي تيكون غليظ باش يطيح كلشي. هاهو الكسكسو من بعد ما غربلناه، هاهو دابا غادي نديرو كسكسو في الكسكاس. دابا المرق ديالنا خلينا كيتقلاو اللحم، دابا غادي نضيفو الخضر. بسم الله، دابا نحيدو الكسكسو من الكسكاس. من بعد ما عبطنا السميد من الكسكاس كنفكوها بحال هكا. كنسقوها بالماء والملح.
والكسكسو ديالنا تيفور فوق البوطه. شوفي اول كسكسو ديالنا فار، دابا غادي نعاودو في القصريه. في هذه المرحله كنضيفو شويه زيت باش نفكو الكسكسو ونبردوه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. نسقيه طبعا بالماء والملح. القرعة كتبقى هي اخر ما كنضيفو في الظلمة. دابا غادي نديرو الكسكسو في الكسكاس باش نفورو التفويره الاخيره ونسكيو ان شاء الله. نتلاقاو في المرحله الاخيره ان شاء الله. من بعد ما فار الكسكسو ديالنا هذه هي الفوره الاخيره، غادي نوضعو في القصريه وباش نسكيو. دابا بعد ما فار الكسكسو الفوره الاخيره وضعنا في القصريه وان شاء الله نسقيو. شوفوا معنا المرحله الاخيره ان شاء الله. ها هو الكسكسو ديالنا مني سكيناه في القصريه، طبعا المرق اللي بغى يزيد المرق في الكسكسو، واللبن كي معروف المغاربه ضروري اللبن مع كسكسو. ونتمنى يعجبكم، تعجبكم القصريه بالكسكسو ان شاء الله. والا عجبكم الغداء ديالنا ما تنسوش لي كومونتير ولي لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.